مساء النور استاذ. كما شفنا اليوم سعيدين بعد بتواجدك معنا فنان قدير بحالك اليوم نور المنصه، وكما عرفنا تبارك الله انت مواكب للحدث مع لاله فاطمه الركراكي. ممكن نعرف المشاركه ديالك كيفاش كانت، واش فنيه ولا ماديه؟ هي مشاركتي فنيه، وانا سعيد جدا لانه سيده من هذا العيار يجدروا بنا نحن الفنانين المغاربه. وانا متاكد ان كل الفنانين المغاربه كانوا يودون ان يشاركوا في هذه الحفله، رغم انه ما شاء الله اليوم كاين واحد الكوكبه كبيره من الفنانين المغاربه، لكن هذا اقل شيء يمكن نقدمه احتفاء بهذه السيده التي حافظت لنا على المسرح المغربي، السينما المغربيه، التمثيل، على الدراما المغربيه، على اللهجات الدارجه المغربيه. فاتمنى ان تكون هذه السهره في مستوى هذه السيدة الراقية إن شاء الله يا ربي. وكما عرفنا مؤخرا على موازين، بغينا نعرف الرأي ديالك هذه السنة كيفاش كانت في موازين. لا تعليق، أنا عارفينك صريح، كل ما قلت على موازين لازلت عند رأيي، ولكن لن أزيد شيئا حتى لا شنو هو حل... لا لا قلته موجود في الصحافة كلها، حتى لا يصبح الموضوع شخصيا. كل ما قلته انا لازلت عند كلمه، لا اقول لك اي كلمه ثانيه. وبالنسبه في رمضان مؤخرا شفنا واحد الصوره فضيحه ديال التسونامي، واش داك الصوره شنو شكون يقدر دارها لك؟ واش شي فنان؟ انت هادشي راه 3 سنين ولا 4 سنين؟ هو شوال الاحداث ديالها مازال كيحطوها في كل رمضان. مازال صافي، كانت معي زوجتي غير هو شنو كون كتوقع؟ واش كتوقع فنان اللي دارها لك ولا كتوقع؟ لا عارف، هو موقع باش يبيع وحط ديك الصوره وكتب الفنان المغاربه في رمضان. هذه 3 سنين هذا الموضوع حطوها حتى رمضان، وكان زوجتي معي، وكان وجدت تسونامي وصديقه ديالنا، وجيت نسلم عليها واخذها لونجل بواحد الطريقه باش تبان. اعتقد انه لاعب في الماء العكر. ممكن نعرف الراي ديالك في الشيخه تسونامي؟ انا صديقه وعزيزه عليا، تعجبني نشوفها في الاعراس، ومغربيه، وتعجبني التشيخيط ديالها والرقص ديالها، تعجبني في مكانها. ربما نقول لك في التلفزيون لا، ولكن في مكانها اشقها. وبالنسبه للفنانه تاكس شنو رايك فيها؟ واش كيعجبك؟ ما نعرفهاش، ولكن انا قلت لك هادو كلهم اماكنهم في حفلاتنا، في اعراسنا، تيشطحوا العيطه، جم تراثنا يعني. شيخه تراكس ما كتعرفهاش يعني كفنانه، ولا ما عمرك سبقتي تلاقيتي؟ لا عمري ما سبقت تلاقيتها، ما نعرفهاش شخصيا، سمعت عليها بالطبع. كي جاك الفن ديالها؟ اعتقد نفس الشيء هي وتسونامي نفس الشيء، ولكن يا ريت تسولني على مغنيين، على الحان، على. وبالنسبه للموسيقى السريعه شنو رايك فيها هذه الموسيقى؟ ما كاينش شي حاجه اسمها موسيقى، ما كاينش شي حاجه اسمها موسيقى جديده، كاين موسيقى ولا موسيقى. يعني انت هذه ما كتامن بالترابي؟ لا با دي تو، بالعكس، انا غنائي هذه ماشي ترابي، كله تعبيري، كله كونتومبوران. لا غير ماشي ما ناخذوش حجه بعد الكلمات ونمتطيوهم، لا بالعكس، كل الوان التعبير غير تكون في مكانها. يعني الاغاني الشبابيه انت معاها في 100%؟ ما كاينش حاجه سميتها اغاني شبابيه، كاين اغاني ولا اغاني. شكرا استاذ، وسعيدين بمعرفتك، شكرا.